مرحبا بكم في برنامج جلوبال جابان. في كل عام تدمر حرائق الغابات المنازل وتستنزف مساحات شاسعة من البيئات الطبيعية. الوقاية هي الحل. في هذا البرنامج ندرس كيف يمكن أن تغير الرغوة الصديقة للبيئة والمقاومة للحرائق المصنوعة من الصابون في اليابان قواعد اللعبة على الصعيد العالمي. هذا التقرير من فريقنا في اليابان وإندونيسيا. تدمر حرائق الغابات أجزاء كبيرة من العالم، ومع التنبؤات بطقس أكثر سخونة وجفاف يتوقع حدوث المزيد في المستقبل. شهدت مدينة كيتا كيشو اليابانية 10 حرائق غابات العام الماضي وحده، وبدأت خدمة الإطفاء استخدام الرغوة والتي تم تصميمها لتقليل المياه اللازمة لإخماد حرائق المباني بعد زلزال كوبي المدمر عام 1995. خلال هذا الزلزال اندلعت عدة حرائق، وفي ذلك الوقت دمر الزلزال صنابير المياه وصهاريج الحريق، ولم نتمكن من تخزين المياه. أتقنت خدمة الإطفاء صناعة الرغوة بالتعاون مع جامعة المدينة وشركة الصابون، وينتج عن خلط محلول مصنوع من الصابون الطبيعي في الماء، وهو خالي من المواد الكيميائية وقابل للتحليل الحيوي. عندما يختلط المحلول يؤثر على قطرات الماء التي أصبحت لزجة، وبهذا يتم امتصاصه بشكل جيد جدا في ثغرات الأقمشة والأخشاب. ويثير نجاح الرغوة في إخماد الحرائق اهتمام الباحثين لاستخدامها على نطاق واسع. وأظهرت نتائج أبحاث لجامعة كيتا كيوشو أن ضرر الرغوة أقل بحوالي 270 مرة من الأنواع الاصطناعية الأخرى. هناك بيانات تظهر أنه يمكن تخفيض استهلاك المياه إلى أقل من 6%، وبالنسبة للبيئة يعتبر أقل تلويثاً للأسماك والحياة المائية بكثير من مواد الإطفاء الاصطناعية، كما أنه يتحلل بنسبة 100% بواسطة الكائنات الحية الدقيقة ولا توجد بقايا في البيئة. يتم تنظيم المؤتمرات الأكاديمية الدولية لحرائق الغابات في جميع أنحاء العالم، وشاركنا مع أساتذة جامعيين في قسم مكافحة الحرائق بمدينة كيتا كيوشو، وكان هناك اهتمام كبير بالرغوة. وجدت الرغوة طريقها هنا إلى جزيرة بورنيو، وهي موطن للغابات والمستنقعات، كما تمثل حرائق الأراضي الخثية مشكلة حقيقية. قام باحثو الجامعات الأندونيسية بتجربة الرغوة في مجموعة من التجارب. اكتشف العلماء أن النباتات عادت إلى النمو مرة أخرى بعد 10 أشهر. من تجاربي السابقة، إن إطفاء الحرائق بالماء فقط أمر صعب للغاية، ولكن باستخدام هذا الصابون نحصل على نتائج جيدة جدا في وقت قصير. عندما تشتعل النيران في التربة يمكن أن يستمر الجمر بالاحتراق تحت الأرض لفترة طويلة، كما تطلق غازات ضارة، وتقوم الرغوة باختراق التربة وإخمادها. كان اكتشاف الرغوة عام 2019 لا يقدر بثمن. بعد إخماد الحريق اندلع مرة أخرى في اليوم التالي، ولحسن الحظ كان هناك مخزون من الصابون متبقياً من الاختبار الميداني السابق الذي استخدمناه لإخماد الحريق. على الرغم من عدم وجود كمية كبيرة من الصابون، شعرنا أن النتائج كانت فعالة للغاية. عودة إلى اليابان، تحاول مدينة كيتا كيوشو نقل التجربة إلى شانغ ماي في تايلاند، كجزء من التعاون بين الجامعات والصناعة التي تسعى إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. نأمل أنه باستخدام الرغوة يمكننا التحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساهمة بشكل كبير في تدابير تغيير المناخ. كانت هذه حلقتنا. يمكنك العثور على جميع الحلقات من هذا البرنامج على موقعنا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.